او في الاخراج لا خالص، انا لا بتدخل في الورق ولا في الاخراج. انا كل اللي بعمله ان انا بقعد اتناقش، بقول وجهة نظري في بداية الفيلم مع المخرج ومع المؤلف، بنتفق بنقنع، بقول وجهة نظري، المخرج بيقنعني، المؤلف بيقنعني، الى ان نتفق على شيء نروح ننفذه. لكن تدخل سواء في ورق او في اخراج ما بعملوش، ولسبب حضرتك، لان انا دارس اخراج، فانا فاهم يعني مش من الصح ان الممثل يتدخل في الورق او في الاخراج. ايه السؤال التاني؟ انا هم 3 اسئله. السؤال التاني يا حضرتك، جالي زهايمر. لو هتقدم فيلم قصير هعمله على التحرش، تختار قضيته؟ قضيه التحرش. فكره السوشيال ميديا الاستاذه ايناس، انا مش ضد السوشيال ميديا، لكن انا يمكن طبيعتي، يعني احنا لما جينا ظهرنا كجيل بالكامل ما كانش عندنا سوشيال ميديا، كان عندنا التليفون بتاع البيت، فانا كبرت على سيستم معين. وبعدين لقيت ان انا ما تفاعلتش مع السوشيال ميديا بما يكفي، او يعني على قد قيمه ظهورها، فلقيت الافلام ماشيه ولقيت الدنيا ماشيه، فقلت خلاص يبقى يعني الدنيا كويسه، مش محتاج ان انا اعمل ده جدا. انا يعني انا مش من الشخصيات بتاعت انا اكلت بيب البسطرمة، انا باكل ملوخيه، انا دخلت ماشي، يعني انا هصور واروح بس يعني. وبعدين لما ما عملتش ده فبفضل ربنا لقيت الافلام ماشيه، فكملت بقى ما اعملوش.